نبدل غندل لي شعر شي زهر تاني ونتبدل تنقري كل دقيقة كل ساعة لي الصباح حيت انت مغير انا وراسك من الحجر وقصاح يوتيوبر معروف لا ما طول عليكم فيديو خليكم ديكم معايا لقيتونا دابا يلا شادين الطريق انا وعاشق باقي ما فطرنا ما والو راه الصباح دابا راه 11 صراحه نضنا عاشق كيضحك فيما كنقول لكم راه 11 زعما راني نايضه بكري ايه راني نايضه بكري هاد النهار والله الا راني نايضه مع التسعود راه هو اللي دار لي الروطار ما عندوش الكلمه انت وانا نط مع التسعود انت نايض لي حتى ل 10 درنا المازور راه كاين اغراض خصني نتا انا مع التسعود ومشيت وتقديت داكشي اللي خاصني وعرفتي السيد نايض على خاطرو ايوا المهم هذا مكان لقيتونا دابا شدينا الطريق ويلا تمشيو معايا يلا تهلاو بلقيتوني يلا وصلنا للمطماطه ما غاديش نقول لكم عاد من جيزان نخليكم نتوما تكتشفوا ونوريكم الطويره هاد الطويره ها اللي غتكونوا كتشوفوا فيها لي فيديو بزاف جينا عند واحد الكوبل ماروكان اصغر كوبل في المغرب يلا دابا قلعوا لي نتوما عاد من جيزو لقيناهم ساكن كيتسناونا باش غنفطروا غندوزو ان شاء الله النهار هنا نفطروا ونتغداو ومهم واللي كان غنبارطاجيه معكم غنمشيو يمكن لهاد السد ديال مطماطه ولا واد بوزملان قالوا لي بلي زوين ايوا المهم اللي كنبارطاجي معكم هاد الكليب هذا كان والد عندهم هنايا كان والدهم بزاف وليدات شي 10 ولا اكثر ايوا دابا ملي سولت عليهم قالت لي مشاو داتهم ماهم يلا المهم هانتوما مع عاشق كيتعلم يربي عاشق وليدات كيفاش جاك عاشق اه شنو احساسك انت يهز الدري صغيور مناف عطيتو الزوق اللي ما كنعرفش غادي نطيحو يلا المهم هانتوما خليكم معنا السلام عليكم انا رجعت لكم مره اخرى بعد ما فطرنا شوفوا اختكم صافي جيتني شن للدار شوفوا شكون غتشوفوا معايا واحد جوج ثلاثه شو ادريس كيغسلانو السلام عليكم خوت كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير المتابعين ديال الاسمهان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلشي بخير المهم وقيلا اول مره تشوفوني المهم سلام 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 وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم لا بالعكس خفيفه كما كتشوفوا معايا سليمه اسامه صراحه ما لقيناهش هنا عنده شي غرض مشى يقضيه راه مشى عنده عاشق حتى يجي ونكملوا لكم فيديو المهم دابا غندخلوا الكوزينه ديروا الغدا اليوم واحد الغدا غادي يكون ماشي انا اللي نطيب سمعني انا نطيب هي بغات دير الكفته وداك الشيء قلت ليها بلاش داك الشيء طال علينا في الراس غنديروا شي حاجه بلديه المهم حتى ديكم معايا شوفوا شنو غنوجدوا الطريقه ديالي نصوروها باش تبقى ديريها ان شاء الله المهم ما نقولش لك تنقول لكم ولكن خليها صافي يلاه تهلاو فراسكم هانتوما محبوبه الجماهير اللوبيا اللوبيا خاصه
شتي دابا دغيا غادي نديرها واحد شويه بحال لا غادي تسلق. انتما تشوفوا الطريقه بلا ما نحرق لكم مراحل، انا نصفيها ونرجع معاكم. تسلقتي ها انتما هي اللوبيا، وغادي ندير واحد الحبه ديال التمر ديال البقري ولا اي تمر كان عندكم، المهم اللي بغيتو على حسب اللوغو اللي كتبغيو. ديري وحده كامله وحده يعني الملحه ما غاديش نكثروا، وغندير الملح وغادي نسد عليها ونربطها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ونرجع ندير ليها العطريه. ايوا اللوبيا ديالنا واش دايره؟ الله يعطيك الصحه سليمه كتحكمنا الثومه طلقت ولا اها صافي باش. المهم حيدنا كوكوط ديالنا، ها هي اللوبيا دابا غادي ندفعو عليها المعدنوس مقطع والثومه. وهنا عندي مطيشه ديال الحك درت معها واحد شويه ديال الماء باش هكا جاتني ثقيله واحد شويه خفيفه زعما واحد شويه صافي. وزيت البلديه وزيت الروميه والعطريه. شحال كديري ديال زيت البلديه؟ هاني ميزانيه على القياس. قياس كنكثر البلديه على الروميه، انا كنكثرها ديما في الطير ديالي. كتلذذ. ايوا ها انتم معانا يا المشاهدين المشاهدات. المهم هنايا عندي الثوم والمعدنوس غنديرهم بجوج. الكوكوط ديالنا عزيز عليا الثومه بزاف وحتى الربيع. وهنايا عندنا داك الخليط ديال المطيشه، ما كنديرش لا بصله لا لا مطيشه ديال زعما مطيشه الخشب شنو هي كوكا. شوفي انا كندير حتى البصله بودر اللي كانت عندي كنديرها بصله. وهنايا عندنا الثومه بودر غندير واحد شويه البزار والسكنجبير والخرقوم. كديرش سنت الزعفران؟ ما كديرش الزعفران؟ هذا درتو، عطيني السكنجبير. ها هو جا، ها هو ها. اهلا ادريس كيف سير؟ بغا غير نسلم عليهم. لا قال لي واش ديتي قدامه حتى غير يشوف ماما. صافي دابا غنردو اللوبيا ديالنا للطيب. الله يعطيك الصحة وصافي. ودابا كما كتشوفوا معنا بعد ما تغدينا وسالينا قيتونا هازين الرحال إلى تازة، جينا خطفناهم ديناهم معنا غيمشي معنا هو أسامة. ديما زربين علينا. يلا نوض جمع الوقفة. يلا انتم تمشيو معنا. صراحة الجو غزال على برا، عجبتني هاد لاطيغاس هنايا فنة. كاع ما سرقنا الليمون عندهم عالي، داك النهار كانوا كيهضروا في لا فيديو كيهضروا على شجر الليمون، قالت لك كل هذا اللي تحت نتفوه بقى غير هذاك اللي عالي فوق خاصو خاصو السلوم. عاشق اجي سرق الليمون، اجي سرقوا الليمون. المهم لقيتونا دابا صافي، صراحه تغدينا وجانا الناس وقال لهم عاشق الا بقينا حتى نعسنا صافي راه ما غنوضوش نوض نتحركوا دابا نمشيو. كنا غادي نمشيو واحد البلاصه هنا سميتها واد بوزملان، وفي الاخر ولينا درنا من ناقص كنا حتى نرجعوا ان شاء الله من هنا شي يومين
وديك الساعه نمشيو له. دابا نمشيو لتازا باش هكا الواحد يستغل الوقت شويه ويدور ويتسارى وديك الشيء. المهم اللي درنا غادي نبارطاجيوه معكم. هنايا صراحه الجو مزيون، كلشي عندهم جريدات بحال هكا فهاد الشيء هادي زين زوين. السلام عليكم. ايوا هذا مكان ندوزو على السد، هذا السد ديال مطمطه نبارطاجيه معكم، ولكن بان لي مخروض واحد شويه، ما زوينش حيت اصلا الجو مره شميشه مره شتا، ما عرفتش كي داير الجو. هذا النهار كان مغيم. هذه الليمونه فيها الريحه فنه. ايوا المهم هانتوما تمشيو معنا. يلا باي عاشق، يلا باي. دلنا موسيقى نوريهم، دلنا الزدحه. وباص